قلق كبير سيطر ليل أمس بين الجمهور على الحالة الصحية للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بعد تعرضها للإغماء خلال أحيائها أولى حفلات مهرجان جرش لهذا العام في الأردن. وللوقوف أكثر على ما حصل مع النجمة اللبنانية وحالتها الصحية بعد هذا العارض، تواصلنا مع الناقد الفني الدكتور جمال فياض الذي طمأننا على الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي، مؤكداً أنها بخير وأنها بصدد مواصلة نشاطاتها في الأردن، وتحديداً زيارتها لمركز الأمير حسين للسرطان في الأردن، وغداً ستعود إلى بيروت. وأكد فياض أنه على تواصل مع شقيقها السيد عوض الرومي الذي طمأنه على صحتها، مضيفاً أن ما حصل مع السيدة ماجدة الرومي هو عارض صحي نتيجة انخفاض في الضغط، وإنها استعادت عافيتها في لحظتها وأكملت الحفل بشكل طبيعي. أنا اليوم بغني دفاعاً عن الحياة بلبنان لإلنا جميعاً. وبدوره كان علق السيد عوض الرومي شقيق الفنانة ماجدة الرومي على ما حصل معها، وفي حديث له لصوت كل لبنان أكد الرومي أن ما حصل مع ماجدة هو أنها بقيت من دون أكل طوال النهار، ومنذ أن استيقظت قامت برياضتها الصباحية وبتمارين الفوكاليز وبروفا الحفلة، وهي اعتادت على أن في اليوم الذي تحيي فيه حفلة ما لا تأكل طوال النهار. وأوضح الرومي أن ماجدة وبعد صعودها إلى المسرح انخفض ضغطها وشعرت بدوخة، ثم غابت عن جمهورها حوالي 10 دقائق حتى استعادت نشاطها واستكملت حفلتها. مد عيني صور إنه هذا، وكانت فقدت الفنانة ماجدة الرومي توازنها وكادت أن تقع أرضاً ما استدعى تدخل أحد الموسيقيين الذي حملها إلى خارج المسرح. بعدها خرج المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي ليطمئن الجميع على صحة الرومي، مشيراً إلى أنها تعرضت لهبوط في السكر مما تسبب بفقدان توازنها لدقائق معدودة، وعادت وصعدت إلى المسرح بعد تناولها الحلو. وفي أول تعليق لها بعد هذا الحادث، نشرت السيدة ماجدة الرومي عبر صفحتها وعادت ونشرت عبر صفحتها الخاصة على تويتر صورة لها من الحفل وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: وهكذا عدت إليكم لتعانق نبضات قلبي قلوبكم، حبكم هو طاقتي والأجنحة التي تحمل صوتي، معكم يحلو مشواري، محبتي لكم طول العمر وشكري لأمنياتكم، دمتم بخير وصحة وسلام.